أخيرا خرج قال لك المرصد الحكومي يثمن الإنجازات والالتزامات ديال الحكومة بالاتفاق الأخير ديال 29 الجولة ديال أبريل 2024، ولكن شنو هي هذه الإنجازات اللي تحققت وعلاش يعني الباترونة الحكومة ملتزمتش خلال هذيك الفترة من 2024 من 2022 حتى الآن؟ إذن شنو هو المقابل وعلاش الكل شي جاء تيركب على العامل ديال 65 سنة واستغلوه سياسيا، في حين أن 65 سنة ماشي هي غير وسيلة ماشي غاية، في حين أن 65 سنة هي تحصيل حاصل، مسألة لا رجعة فيها. وغنقول لكم الأسباب اللي جد واضحة، وشوفوا غير في العالم إصلاح ديال التقاعد، وحتى هذيك مكتب دراسات في ناطكون اللي دار هاد الورقة ديال الإصلاح اللي تسموه إصلاح ديال التقاعد، راه دار دراسة مقارنة دولية لصناديق التقاعد في العالم، اللي كانت من بين النقاط اللي تعطات لهاد المكتب الدراسات كأرضية باش يبني هاد الورقة الإصلاحية اللي تيقولوا ديال التقاعد. إذا كل شيء جاء بغى يركب على 65، في حين لا أحد يحدثكم ولا تتكلم على هذيك المبادئ الأساسية المؤطرة لقانون التقاعد المقبل. واحد ما قال لكم شكاين، في حين أن كل شيء النقابات المركزيات كانت في اللجان الموضوعاتية مع الحكومة وعارفين شنو هو المبادئ الأساسية اللي اتفقوا عليها، اللي هي اللي غتكون مؤطرة اللي غتأنكادري هذا الإصلاح اللي تسموه إصلاح ديال التقاعد. وأيضا ما حدوكمش على المسائل اللي اتفقوا عليها اللي غادي تكون في قانون الإضراب ومدونة الشؤون، وعلاش دائما قانون النقابات تم حفظه وداروا ليه البلوكاج. إذن قبل ما يجوا يبدوا يبينوا أنهم معارضة ديال الحكومة، يقولوا لنا علاش قانون النقابات تعطل، وعلاش كل شيء تراوغ تقول لك كاينه زيادة في الأجور، وهي راه خاصها تكون تحسين الدخل بمراجعة الأنظمة الأساسية ديال هاد القطاعات اللي حق زادوا 1000 درهم. هذيك 1000 درهم اصلا خاصها تكون بعد مراجعه الانظمه الاساسيه للحكومه بهاد هي والنقابات بهاد التداكي ديالها تعطل المرفق العمومي. انت تشوفوا الانظمه الاساسيه ديال اللي في العدل اللي ما تنزلاتش، والاضراب اللي كاين، الصحه والاضراب اللي كاين، الجامعه الترابيه والاضراب اللي كاين، لأن الزيادة العامة في الأجور كانت منفصلة وباقي ما غيديروهاش حتى غيديروها مستقبلا. وأيضا الزيادة في المعاشات اللي كل شيء كان دار بالطم، كانوا دوك الجمعيات كانوا مهتمين بالرحلات وتخفيض يعني التذاكر السفر وتخفيض المبيت في لي زوطيل، لأنهم تيديروا غير اللي عندهم فعلا معاشات مريحة ولا اللي ممسك عليهم الله. تال دابا من يعني لحنا ليهم اللقط اللي خرجوا كلهم تيهضروا على حق المتقاعد راه مضرور، فين كنتو تخرجنا حنا ننادي وندافع عن هذا المتقاعد اللي خرجوا كل شيء ولا خارج. المهم خلال مباشر بعد حين غادي ندخلوا معكم شمال ويمين، دور معانا دور 120 ما كاينش معانا.